هناك مياه البحر يعني على طول 41 كيلومتر، لماذا تصعب تحلية مياه البحر في غزة؟ طيب يعني هو خلينا احنا لانه في ازمه وفي سلطه المياه وضعت خطه استراتيجيه تعتمد على مكونات اساسيه وتم وضع خطه تنفيذيه لهذه الاستراتيجيه. الاستراتيجيه تعتمد على انه لابد من ايجاد مصادر بديله لانه لا يمكن الخزان الجوفي يكفي احتياجات السكان والزراعه والاقتصاد. هذا الاستراتيجيه مبنيه على انه من احتياجات السكان يجب توفيرها من خلال مصدرين أساسيين، تحلية مياه البحر زي ما تفضلتي والمياه الإضافية، مياه المستوردة من الجانب الإسرائيلي. بالنسبة لاحتياجات الزراعة يجب تلبيتها من عملية تدوير المياه الصرف الصحي ومعالجتها، وبالتالي هيك احنا بنكون أتحنا فرصة للخزان الجوفي انه يبدأ يستعيد في عافيته.